السلام عليكم. إذا كنتي مقبلة على الزواج وكتفكري كيفاش الطريقة باش أنك تبني واحد الزواج متين، أو إذا كنتي مزوجة وباغا تحافظي على زواجك وبغيتي الاستقرار والثمر، أنا اليوم غادي نعطيك 10 ديال النصائح. 10 ديال النصائح إلا طبقتيها كوني أكيدة أن زواجك غادي يكون ناجح 100%. أنا ما غاديش نتكلم من الفراغ، أنا غادي نتكلم على الناس المختصين أشنو كيقولوا، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم التجربه ديالتي انايا. اكيد بعد ما يعني فشل مورا فشل ومشاكل مورا مشاكل، ولكن اشنو الخلاصه حتى انا اللي وصلت ليها. فالمهم اذا كنتوا اول مره غتشوفوا القناه ما تنساوش ديروا ابوني، ويعجبكم الفيديو ديروا لايك. يلا توكلوا على الله. اول نقطه غادي نتكلم عليها هي الاحترام. الاحترام ثم الاحترام. راه الاحترام هو اساس كل علاقات، ماشي غير العلاقه الزوجيه. راه ما كاينش راجل غادي يقبل انك تهينيه، انك ترفع صوتك قدام الناس، قدام ولاده، قدام والديه وعائلته. حتى راجل ما غادي يقبلها، وحتى المراه حتى هي ما غاديش تقبل الاهانه. فالاحترام، عودوا ريوسكم انكم تحترموا بعضياتكم. عندكم خلاف او نقاش سدوا عليكم، وحاولوا انكم تحلوا المساله بيناتكم، ماشي كاع الناس يسرقوا لكم الاخبار. اذا النقطه ديال الاحترام المتبادل. ثاني حاجه هي النقطه ديال الثقه. شوفوا الثقه ما كتبناش بالليله وضوحها، ولكن اللي بغيت نقول انا بالنسبه للثقه هو انه ملي كتبغي تختار انت واحد الشريك ديال حياتك، اول حاجه خاصك تشوف واحد الشخص اللي عنده اخلاق، يعني واحد الانسان اللي انت عارف انك غتزوج بيه وغتكون مطمئن انه ما غاديش يغدرك، انه ما غاديش يخونك، انه ما غاديش يتخلى عليك ويسمح فيك. الثقه راه واحد المساله مهمه بزاف في العلاقه الزوجيه. شوفوا النقطه الثالثه اللي بغيت نتكلم عليها، وهذه كلمه للمراه، هضره غادي نوجهها للمراه، الخصوصيه ديال الراجل. العيالات للاسف كتبغي تعرف الصغيره والكبيره على راجلها. كل مره تبقشيش لي في التليفون، فين مشيتي، مع من كنتي. شوف اختي، الراجل كيبغي واحد المساحه خاصه به، الراجل كيبغي شويه الحريه. ميمكنش انت باغي تعرفي اشنو كيدير 24 ساعه، ميمكنش انت باغي تعرفي صحابو كاملين، ميمكنش باغي تعرفي انت اشنو كيدير في التليفون ديالو، مع من كيهضر. لا، شوفي الا راجل كنتي كتحترميه وكنتي كتثقي فيه، فكوني اكيده بانه راه ما غاديش يدير شي حاجه من وراك. ولكن راه كل ما كتخنقيه كل ما غادي يجي واحد النهار غادي تخنق وغادي يهرب. شوفي الراجل اللي بغى يدير شي حاجه راه بامكانه يدير تليفون اخر، وهذاك التليفون الاخر يخليه في الخدمه ما يجيبوش للدار، بامكانه يمسح الكونفرساسيون اين فوا يدخل للدار. شوف الراجل اللي بغى يخون غادي يخون، تعيي ما تراقبي، تعيي ما تقربي من وراه. كاين رجال اللي ذكيين، عارفين كيفاش انهم ما يخليوش الدليل وما يخليوش الاثر من وراهم. لذلك هني راسك، ما تبقايش تقلبي بزاف وما تبقايش تخنقيه بزاف، خلي لي واحد المساحه، خلي لي واحد الحريه يدير فيها اللي بغى. حيت غادي نقول لك الا كان هو ما كيخافش من الله وما كيراعيش الله لا فيك ولا في راسو، فراه غير فقد الامل. اذا الراجل ماشي خاصو يخاف منك، خاصو يخاف من الله، لان الخيانه هي خيانه لميثاق مقدس اللي هو الزواج، وبالتالي فهي خيانه لله سبحانه وتعالى. خلي للراجل المساحه ديالو. النقطه الرابعه هي المجاملات والشكر. شوف المراه كدير واحد المجهود كبير في الدار، كتشقى، كطيب، كتربي الدراري، فالراجل اللي دخلتي قول كلمه شكر. الله الدار اللي وين زوينه، نقيه، الريحه زوينه، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، الله يخليك ليا، الله يحفظك، الله ينورك، انا ما عارفش بلا بك اشنو غادي ندير. شوفوا واخا تكون المجاملات شويه اكزاجيري، ولكن هاد المساله كان فعلا كتفرح المراه. يعني ملي كتشوف راسها ضاربه نهار كامل تماره ومعصبه مع الوليدات وستريس، فهي ملي كتسمع الكلمات الزوينه من عند راجلها اكيد كتنسى ديك التماره اللي ضربات. ولا ميم شوز بالنسبه للراجل، الراجل كل واحد والخدمه ديالو. واحد من الناس اللي خدامين في العسكر، الناس اللي خدامين في البوليس، الناس اللي خدامين في الشركات من 8 الصباح حتى 8 ديال الليل، واش عرفتوا هذا الراجل كيفاش كيجي؟ راه القوت اليومي ماشي سهل. انا داك الراجل كيدخل لك في العشيه ولا كيدخل وهو هاز ديك الكفه، راه خاصك تعرفي راه جايبها من فم السبع. يدخل داك الراجل ماشي تحطلتي ما تمشيش هادي مالكي اختي. كلمه شكر راجلي العزيز، شكرا بزاف، ضرب علينا تماره، شكرا بزاف، داير بحسابنا، شكرا بزاف، الله يخليك لينا، راك متعب على قبلنا، شكريه. قال لك شي كلمه زوينه شكريه،
اي تصرف بسيط داروا معك شكريه، راه الشكر يا كرام، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قدريه اي حاجه دارها معك، حتى المراه اي حاجه خويا دارتها معك قدرها. شكرا، راه كلمه الشكر والتقدير راه فعلا عنده واحد الاثر كبير على النفسيه ورفع ديال الهمم، الرفع ديال المعنويات. النقطه الخامسه، النقطه الخامسه هي تشارك المسؤوليات. بزاف الراجل، بزاف الراجل، بزاف الرجال كيظنوا بلي العمل ديالو الوحيد هو انه يخرج يخدم ويجيب القوت اليومي، وما كيبغيش يشارك في التربيه ديال الدراري. كتلقاه ما عارفش حتى ولادو فاش كيقراو. لا خويا، المراه عندها دور والراجل عنده دور. المراه تعيا ما تربي، ولكن الصرامه ديال الرجل والشده ديال الرجل مهمه. ملي الاولاد كيحسوا بان الدري، خصوصا الدراري، خصوصا الاولاد اللي ذكور، الذكور راه صعابين بزاف في التربيه ديالهم. احيانا يسولوني انا اللي عندي جوج، راه كل ما كانش معاوني فيهم باهم راه كنت غادي نعاني امرين. الدراري ملي كيحسوا بان باهم اجي لفين مشيتي، ماك تعطلتي، مع من كنتي، سبحان الله الاب عنده واحد الهيبه. شي الام تعي ما تغوت، تعي ما تضرب، الدراري ما كيتسوقوهاش، ولكن الاب بحال يسبح في الدار، عرفتي الوجود ديالو راه حتى شي حاجه ما كتقدر تعوضه. تعلموا انكم تشاركوا المسؤوليات، الاولاد تعاونوا فيهم بجوج، ما تقولش لا انا كنضل ضارب تماره برا منك لولادك، لا. شي الولاد الا غادي يحسوا بالتقصير ديال الاب او انا الاب مسوقين ما مسوقش، غادي يديروا ما بغاو. والمشاركه ماشي خاصها تكون غير من ناحيه ديال تربيه الاولاد. شوفوا بالنسبه للمراه ملي كتكون خدامه والراجل خدام، يعني ملي كيكونوا بجوج خدامين، المراه راه اش غادي نقول لك، واخا هو ماشي مفروض عليها انها تساهم في المصروف، ولكن اختي راك مخليه دارك ومخليه ولادك ومخليه راجلك واحد المده طويله. فابسط حاجه انك تساهمي ماديا، راه الوقت ولا صعيبه، ما فيها باس تساهمي معاه، تخلصي موضوع، تخلصي كرام مثلا، مرة كسي ولادك، جيبي شي حاجه خاصه للدار. يعني اصلا هذاك الفلوس اشنو قيمتها الا ما كانتش غتكون واحد الوسيله باش انك تعيشي مزيان انت ووليداتك وراجلك، وانكم تعيشوا مرتاحين، وانكم تشاركوا بها المسؤوليات ديال الحياه اللي ولات كثيره، ولات فعلا ولات اعباء، اعباء ما كتصورش. اشنو قيمه داك الفلوس الا انت جالسه كتجمعي فيها وراجلك مخنوق، واحل في عيد، واحل ما بين المراجعه ديال الدراري، ما بين المواد الغذائيه، ما بين الكرا، ما بين الا سافرتو، ما بين اللي كيسافر لوالديه، راه يد وحده ما كتصفقش. ونفس الشيء بالنسبه للراجل، الا كنتي تو مرا خدامين بجوج ما فيها باس، الا المرا جات معطله خدامه انا كانت جيتي قبل منها، انا كتوجد داك الطويجين او انا كتوجد الكوتي للدراري، فهادي ما كتبخش من رجولتك. بزاف الرجاله كيقولوا بلي انا الا شقيت في الدار او الا عاونت هاد المساله راه غتمس كرامتي وغتمس رجولتي. لا، الا كانت المرا هي كتجبد الفلوس وكتعاونك، اشنو فيها تنتا الا نطي وعاونتيها؟ اشنو فيها؟ هذوك الوليدات وليداتكم بجوج، وهذاك الماكله اللي غطيب ديك الطويجين راه غتاكلوه كاملين انت وياها وليداتكم. فالحياه ملي كتكون فيها التعاون كتكون اكثر اريحيه. الراجل ملي كيلقى واحد السند المراه كتعاونو في الماديات، والمراه هي عندها عيب كثير، واحد العيب كبير ما بين الخدمه والدار، كتلقى راجلها مثلا جاب جمع داك البيت كيجلسوا فيه، موج الطويجين والبراري ديال الاتاي، اتاي كتجي كتفرح كتقول بعدا على الاقل غير كتشد داك النفس ديالها. والله كل ما كانت المساعده وكل ما كان هالتقدير في العلاقه، كل ما العلاقه كتنتج اكثر وكتكون واحد الراحه النفسيه في الاسره. النقطه السادسه، وهذه النقطه السادسه غندير عليها واحد 100 خط احمر لانها مهمه بزاف، الاحترام ديال الاهل الطرفين. الرجل يحترم المراه والديها وخوتها، ماشي فين ما يتناقشوا يقول انت باك فاعل، امك فاعله، انت اختك دايره، انت اخوك عسكري، انت لا. كيف ما بغات تكون عائلتها وكيف ما بغات تكون عائلته، الاحترام. حيت شوفوا شي الكلمه اللي كتخرج من الفم وكتدور في الخاطر ما كتنساش، شي تعاير ليها والديها ولا تعاير لها خوتها واخا تصالحوا من بعد ما غاتنساش، غتبقى بين عينيها وغتقلب على اي فرصه باش انها حتى هي تردها لك، وغتقلب على اي شيء، اي حاجه او اي ديفو في والديك او في خوتك او في سميتو، وغتجبدو حتى هي باش ترد لك الصرف. حيت هاد الامور كتخرج سبونطانيمون بنادم ما كيشعرش بها. احترام ديال الاهل. اختي عندك عبوستك، عندك شيخك، عندك لويساتك، الاحترام، الاحترام، الاحترام.
كنتي خدامه ولا راجلك عنده رزيه كلها، غادا تزوريهم دي شي حاجه في يدك كبري بيهم، كبري ليه بوالديه، كبري ليه بخوتو. راه كل ما كبرتي بيهم كل ما غادي يحترموك، وكل ما حتى هو غتكبري في عينيه. وخصوصا بعض العيالات، لان هذه المساله رديت لها البال، يعني كاين بزاف ناس كنعرفهم كاين اللي كتزوج بالراجل كتبغيه يولي ديالها بوحدها، ما كتبقاش باغا يعطي لوالديه ولا يسول والد يسول في والديه، ولا كتولي باغات هذيك. غندير عليه فيديو بوحدو، يعني فين درت واحد الفيديو على العكوزات المتسلطات اللي كيدمروا حياه اولادهم، غنتكلم حتى على العريسات اللي انانيات ومسيطرات، هادو كنتكلم عليهم من بعد. الراجل ملي كنتكلموا على انك تحترم المراه وتحترم ليها عائلتها، ف اهم حاجه بعدا قبل ما انك غتحترم ليها بعد عائلتها، ولا مادام هي هاد المراه محترمه لك عائلتك ووالديك، فما تعطيش فرصه لامك ولخوتك انهم يدخلوا في حياتك انت وياها. ايه الاحترام، يكون الاحترام، تكون داك التبادل ديال الزيارات، يكون داك الاستشاره، ولكن باش انهم يكونوا ان الام ديالك انها تكون الامره النهائيه في الدار وتلغي شخصيه الزوجه، راه امر صعيب بزاف. ايه دخل ملي كيكون الامر يستحق التدخل، ولكن ديما حياتك انت ومراتك انتوما اللي تحكموا فيها، انتوما اللي تاخذوا قراراتكم، انتوما اللي تشوفوا الطريقه السليمه اللي تربوا فيها وليداتكم. فالاحترام ديال الاهل شي حاجه ضروريه. المساله السابعه هي الاهتمام بالمظهر الخارجي. وكواك عباد الله، وكواك عباد الله، راه كاينين شي عيالات شي صحاباتي كندخل عندهم، راه كنلقى الشعر كيطلب واقف للسما كيطلب الشتا، كنلقى شي بيجامه الفوق ليموني والتحت خضر، والبانطوفه ما نعرف مقوبه خارجه من صبعها العار العار، ديوها في حالتكم. اما ريحه البصله والثومه وعطعت وعطعت، كيجي واحد الميلونج معاهم ديال العرق، اوف خاصك كمامه باش تدخل الدار. اختي البيجامات موجودين في السويقات وموجودين في البوتيكات، ماشي بالضروره كانت عندك امكانيات ماديه تاخدي بيجامات هاي كلاس مزيان، ما عندكش امكانيات راه كاينين بيجامات غير ب 1600 وهكا كيديروا. اختي الماء والصابون ما قالوا عيب، عارف الوقت اللي كيجي فيه راجلك من الخدمه، الا لوج ديما كلتك بكري وجمعي دارك بكري وخرجي ضربي بواحد التدويشه ومشط داك الشعكاكه ولبسي بيجامه مقوده. وكوكا عباد الله، راه كنشوف شي عيالات كنقول بالسيف، ما الراجل معمر القهوه ما كيجلسش في الدار. بالسيف اختي بالسيف، المظهر الخارجي ماشي بالضروره تلبسي شي حاجه غاليه، سي با لابيل انك تلبسي ديسيني، ولكن كوني نقيه، بارفان، بيجامه زبيونه، داكشي اللي مطبع بالمرقه ومطبع بالصفيره وبالخرقوم حيديه. راجلك ايه غادي يشوفك مره مره مشعكه، غادي يشوف سي نورمال، ولكن 24 ساعه ما يمكنش، راه ما يمكنش الراجل اللي كيخرجوا للزنقه راه كيشوفوا عيالات كيفاش دايرات هكا كيديروا، ما يمكنش انت في الدار غادي يلقى بوجهه الخميسه عنده جلسه في الدار. وهاد المساله حتى الرجال، راه كاينين شي رجاله الله يسمح لعيالاتهم، الله يسمح لهم من عيالاتهم، كيتجي يجي من الخدمه كيحيد داك البوط، تجلس حداه في غيبوبه شهر، ريحه مقرفه 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 مقرفه، ما عنده غرض داك الضفار طوال، داك الشعر ما عنده غرض، موسخ داك اللحيه دايره. شوف ما غاديش نتكلم على اللحيه، ولا غادي انيولي هذيك القضيه ديال اللحيه، حيت كاينين الناس اللي دايرينها، ولا ما غادي انيوليها. انا دابا غندوي على الشعر، داك الشعر واقف، داك الشعر الراجل اللي شعره اصلا خايب وموقف وموسخ وكتلقاه كيدوش مره في 20 يوم ولا نظافه. ماشي بالضروره تكون غادي للزنقه باش يشوفوك الناس انيق في دارك اخويا، على مالك مرتك ماشي بلاد ما اللي تشم فيك الروائح الكريهه وريحه العرق وريحه القاشر والبوط، لا حتى انت لبس زوين في دارك، بيجامه زبينه، كيطمه زبينه، حتى ديك مرتك ما حقك هي كتخرج للزنقه راه كتشوف الرجاله باقيص هكا كيديروا، فعلى الاقل تقول انا عندي سيدهم في الدار، ماشي تقول انا عندي واحد خانس في الدار، وسمحوا لي مع كل احتراماتي، راه ماشي غتقول لا انا ديك المره راحت انفو واخدها راه ما عندي فين تنفنف، لا راه كاينه بزاف خيانه زوجيه، والله العظيم الا كاينه خيانه زوجيه في المجتمعات العربيه. علاش؟ حيت الراجل مهمل، حيت الراجل موسخ معفون، كتولي مرتو تعافو، وبالتالي كيتباع واحد ولا نقي وزوين ريحته زوينه كتضعف. واخا انا ما غاديش نعطي مبررات، حيت الخيانه ما عندهاش مبرر، لان الخيانه هي قله اصل وقله احترام قله دين، ولكن هذا واقع. اهتموا بالمظهر الخارجي، راه شي حاجه مهمه 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 بزاف. النقطة الثامنة، ركزوا معايا مزيان مزيان العيالات، النقطة الثامنة هي طاعة الزوج. شوفوا بزاف العيالات كيدوا على المساواة بين المرأة والرجل، ولا شوفوا كاينين شي حوايج كتكون فيهم المساواة
والدين ديالنا حدد النقاط الأساسية في العلاقة الزوجية، لأن أصلا كلامي أنا موجه لمن؟ موجه للمرأة العربية المسلمة، ما كنتكلمش على الكبار ولا، أنا كنبيع على الدين ديالنا أعطى واحد الحدود للمرأة. شوف أختي، ما غنتكلم على الطاعة، ما تقولش هي لا أنا راجلي ما دارش شي غندير ليه، لا ما فعل ليه غنفعل ليه. لا، طاعة الزوج راه من طاعة الله سبحانه وتعالى، والراجل راه ملي كيبات غضبان عليك وانت اصلا اللي ظالمه وانت اصلا اللي مقصره، راه كتبات لعنه من الملائكه ومن الله سبحانه وتعالى. ما تقوليش لا انا ما كندويش على فحال تما هو اللي ظالم ولا هو اللي مكرفص عليك، لا كندوي على فحال تما كان راجل مزيان الله يعمرها دار، ولكن انت اللي كتمادي وانت اللي كتغلطي ولا. وهذه امور حنا طحنا فيها. انا مازال من بعد في الاخر الفيديو غنعطيكم واحد الخلاصه بسيطه، لانني انا درت اخطاء كثيره، درت اخطاء كثيره خصوصا في البدايه ديال زواجي، وهذا ديك النديه ديك التحدي، لا ما دارش لي ما نديرش لي، لا قال لي غنقول ليه طيش. من بعد لقيت داكشي عام كيزيد يكبر داك الفجوه، وعام كيزيد المشاكل بين المراه والراجل، داك المشاكل كتزيد كتكبر وكتفاقم وكيولي واحد النفور وداكشي. شوف اختي، طاعه، بغيتي تخرجي بغيتي ديري ايه، خدي الاذن عند راجلك. كاينين شي امور اللي راجلك رافضها تماما، اذا تجنبيها، ما تقوليش ليا لا المساواه. لا اختي، الراجل في بلاصتو والمراه في بلاصتها، وهذا راه الدين ديالنا، هادشي قالوا الله سبحانه وتعالى، ما قلتوش انا. النقطه التاسعه هي الاعتذار ملي بنادم يغلط. شوف اختي، غلطتي ما تدفعيش كبير، لا انا غلطت وغادي ندفع كبير، هو الراجل هو اللي والله ما ندوي معاه تيجي يعتذر مني. لا اختي، غلطتي اعتذري، الاعتذار ما غاديش ينقص منك او من كرامتك، وانت دايراها قد راسك مزبلاها ومازال منفخه، وهاد اللي كنسيناها تقص ديرها وقلت حيا، والله العظيم الا تقص ديرها هادي، ويا رب تسمح لي درناها تاعينا. انا راه كنت كنديرها قد راسي، وانا اللي نغضب مازال، وانا اللي نتنفخ وما نطيبش، والله الا ما دوى معايا ما ندير، وهذا غلط كنت كنديرو. مازال الحمد لله انايا راجلي مسكين دريويش، عارف كيقول بعد داك عقل كيجي مسكين كيميك، وتا انا كنسافر البلاصه، ولكن ماشي كاع الرجال هكا دايرين، كاينين رجال اللي صارمين كيقول لك غلطتي تعتذري، وحتى هو الا غلط خاصو يعتذر. الاعتذار ما كينقش من كرامتكم ولا من قيمتكم ولا من هيبتكم، لا الاعتذار الانسان ملي يغلط يمشي يقول سمح لي، ما قدرتش تقول صيفط ميساج كتب واحد البريه وزبونه ودير معاها شي وريضه ولا شي بواطه ديال الشكاط وحطها هكا، ولا هو اللي غتحطها فوق الطبله. ملي غيجي راه غيبقى ديك كلمات الاعتذار، غادي بنادم غادي يحن، بنادم غادي يحن. النقطة العاشرة وهي آخر نقطة هي شوية ديال الغيرة. شوفوا شوية ديال الغيرة، أوه الفيشو الفيشو الفيشو، الغيرة شوية. شوفوا داك البرود العاطفي، المرة تقول أنا راجلي كنتيق فيه ما نديرش، ما كيديرش هو، ما تسوقيه ما تسولي فيه ما تبينيش ديك الاهتمام، لا غير تالي الغيرة، ماشي تالي داك الشكل المفرط وداك الغيرة، أجي تشمي ليا ريحتو فين درتي فين كنتي فين درتي أرا تيليفونك، لا. شوفوا الغيرة كتبين أنه راكي مهتمة بيه، بأنه عنده واحد المكانة في قلبك، بأنه راه كاين في بالك، ولكن بموضوعية وبعقل، سول فيه إلا بغيتي شي حاجة ولا تبيني لي بأنك تقلقتي واحد شوية. حتى هو حتى هو الراجل نفسي، ماشي تاني غادي ما يتسوقش على الخدمة 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 الخدمة، لا مثلا بانت لي بعد ما راه لابسه شي حاجة أوفر يوقف، لا سمحي لي اش داك اللبس، ما نبغيش شي واحد يشوف فيك هكا ولا، كتحس بواحد شوية ديال الغيرة. هاد المسألة كتخلي أن المشاعر ديما فايقه، ديما تقول راه راجلي كيبغيني وكيديها فيا، وحتى هو لا ميم شوز. فاش غادي نقول لكم، هادو 10 ديال الوصايا، واحد 10 ديال النصائح، الا تبعتوها كونوا اكيدين 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 ان زواجكم راه غادي ينجح.